نجم صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ جمال. طبعا كنا قاعدين بنحكي عن الكيك وقد ايه تاركه بصمه بهاي الكيكه. ناز صباح الخير. صباح النور يا هلا. ناز بالاول طمنيني وبشريني، رح تعملي لنا هي الكيكه نفس هاي ولا اختلاف؟ اختلاف بسيط. اوكي مو مشكله، المهم نحن نتصور معهم وناكلهم كمان. اوكي اكيد. بدنا اياك تقولي لنا ناز كيف بلشتي بحبك للكيك وقد ايه لازم يكون عندك شغف لتقدري تعملي هيك تحفه فنيه؟ طبعا انا بلشت من سن صغيره جدا، يمكن 12 سنه. كنت دائما اشوف ماما بالمطبخ تسوي انواع كيك ومعجنات، فكنت دائما من ادخل للمطبخ واشم ريحه الكيك واكله. حبيت هالشيء، بس حبيت اكثر انه انا اسوي. فبدا عندي هذا الشغف من انا صغيره كلش. بس من كبرت انا ما كنت متوقعه انه راح اكون كيك ديزاينر، لكن شفت انه هذا اكثر شيء يعبر عني، فحبيت استمر وطورت مهاراتي ما صرت كيك ديزاينر. هلا بما انه انا خبرتي بالمطبخ محدوده جدا واقل اصلا ما لها حدود كثير قليله، بس انا بتوقع انه عجينه السكر شيء ظهر مؤخرا يمكن بعالم السويتات، بس صرنا كثير نشوفها. خبريني خصوصا باعياد الميلاد نوار بكل المناسبات، خبريني قد ايه عجينه السكر يمكن بتساعدك لحتى تظهري الكيك بشكل لوحه فنيه. طبعا هو عجينه السكر من سنين موجوده بعالم الكيك، بس ركزوا عليها بالفتره الاخيره. ليش؟ لانه الكيك هسه ارتبط بالفن. فعجينة السكر أكثر شيء تقدرين يعني هي قابلة للتشكيل، مرنة قابلة للتشكيل، قابلة للتلوين، تثبت، ممكن يعني تنقلين الكيكة بسلام من مكان لمكان، مو مثل باقي الكريمات. طعمها طيب ناس، وطعمها طيب همينة. فعلى مود هاي الناس يعني كيك ديزاينرز بدأوا يعتمدون عليها لأنه فلكسبل أكثر شيء. طب شو بدك تعملي لنا اليوم؟ اليوم نسوي نفس ذاك الديزاين. هذا الديزاين طبعا ينفع لأكثر من مناسبة وبنفس الوقت بسيط وسهل، فقلنا نسوي اليوم. هلا احنا بنعرف يمكن امجد هلا صيف واعياد ميلاد، واحيانا الام بتضطر انها هي تسعف نفسها باخر لحظه وتعمل كيك، واغلب الصبايا ما بيعرفوا يتعاملوا مع عجينه السكر، فقد ايه مناسب انه احنا نعلم الامهات كيف يستخدموا عجينه السكر. صحيح. او يصنعوها حتى من البيت. صحيح، ممكن هي تبين جدا صعبه، لكن من واحد يتعلم عليها شوي بعد ما يقدرون يستغنون عنها. طبعا الكيكه لازم تتغطى بكريمه قبل ما نغطيها بالفوندنت، لانه على مود يلزق الفوندنت على الكيكه. طيب قلتي لي كمان اي عيب بالشوكليت رح يبين. صحيح، اكو هوايه يقولون انه نغطيها بالفوندون خلص نغطي عيوبها، لكن الفوندون كلش حساس، يعني اي غلط بالكريمه رح تبين على الفوندون. تلوني عجينه السكر؟ عجينه السكر نعم، هي تجي بيضه اكثر شيء، ممكن تشتروها ملونه، بس اكثر شيء احسن واحد يشتريها بيضه. بشو بتلونيها؟ بهذه الالوان، الوان الطعام. طبعا هذا ازرق وردي واحمر. هذه الالوان هي بيست كلرز، يعني ما نقدر نستخدم الوان سائله لانه اذا خلطناها بالفوندونت راح تصير ممرنة كثير. بالضبط، راح تسيح. بتسيح، هاي بتكون شوي جلش. صح صح. طيب انا كثير متحمسه ابلش، فكيف راح نبلش؟ هسه راح نوار جهزي لي اوراقك وبلشي تاخذي. طب انا هلا انا بعرف في عجينه سكر، بعرف في عجينه صمغ. بالضبط. شو الفرق؟ عجينة الصمغ شنو مختلفة؟ هذه كمية صغيرة من الصمغ أو عجينة الصمغ. أوكي. الجام بيست. هذه تختلف عن الفوندوت بشنو، هي أقوى وكلش حساسة، يعني إذا شوية تعرضت للهواء راح تنشف. فلازم يكون الشغل عليها سريع. مو بس هذه نستخدمها، ما نستخدمها يعني ويا الكيكه، بس مجرد اجزاء ممكن تشيليها من الكيكه لان ناشفه، اذا نشفت ما نقدر نقص الكيكه. نقدر ناكلها ولا لا؟ هي بتتاكل؟ بتتاكل طبعا. أوكي. بس طبعا. هي تنشف. فاحنا نستخدمها شنو عجينه الصمغ؟ نستخدمها شغلات مثلا مثل اوراق الورد او شغلات نريدها الديزاينات البارزه. نعجنها ويا او نفرده ويا، نستخدم الزبده بالبدايه، انا اصلا فردتها قبل فما يحتاج، بس راح نطيج شويه دعاء نلونها سويه. اوكي بس للملاحظة الفوندونت اللي يكون سايح. نعم. أو يعني كلش لين يكون أسهل؟
لا نستخدم هو مو اسهل حسب الديزاين بس نستخدم ويا دقيق النشف. دقيق النشف بس اذا كان الفوندنت لان هو الفوندنت انواع اذا كان يعني خلينا نقول قوي نستخدم ويا باودر شوجر. هلا شو رح نعمل؟ هسه رح نلون يا لون تريدين؟ ما هو حسب الكيكة. اوكي لا رح نستخدم اللون يعني احنا للسبينكلز. طيب اوكي رح اخذ الزهري. اوكي. بس ما بتحسوا انه هلا بعد هذا التزيين او هي الاشكال اللي صارت لها خلاقة وصار فيك اصلا تعملي شكل كثير بخص شخصية الزبون او الشخص اللي طالب الكيك؟ ما بتحسوا انه هاي القصص الغت قصة انه انا اطبع صورة فلان احطها على الكيك؟ مزبوط. او حتى صارت الصورة كمان غير مرغوب فيها لانه ما بتعطيكي نفس الشكل اللطيف اللي ممكن يعطينا اياها الكيك صح؟ صحيح هو تقريبا الستايل اللي عليه صورة صار فشي قديم الناس بدأت تدور صحيح تعرف مظبوط حافظة الخطوات ناخذ شوية بس قد ما حضرت فيديوهات شو عم تعملي؟ بتحطي نكاشة بقلب اللون صح؟ صح أوكي. وبعدين؟ نخلي خط بس نستخدم النكاشة أو التوثبيك مرة واحدة ما نرجع نخليها باللون أوكي. وين نحطها؟ طب انتو شو الشكل اللي عم تعملوا؟ رح نسوي نفس الديزاين اللي هناك لان مثل ما قلنا هو سهل يقدرون تقدر يا سلام. اوكي خط واحد لون كل العجين. على فكره اذا ما حب يعني ما ردت كل اللون يصير يعني ازرق بهالطريقه اذا نفتحها يعني ممكن نخفف درجه اللون ممكن مو بس هاي هسه راح اشوفك فد شيء كلش حلو ممكن يصير الله يا سلام ماربل بالضبط ماربل كثير احنا هو نستخدمه طبعا لما يشوفون الكيكه هيك شكلها يستغربون انه يحسون انه هذا شلون مسوي كيف طلع اللون شلون طلع بس هي خطوه كلش سهله المهم هاليوم احنا نريده يكون كله تركواز بتقدري ترجعي تكملي على البينك رح نعمل مثل هاي الكيكه الجميل بالموضوع انه هي كيكه فيك تعمليها نوار لكذا مناسبه يعني اذا عندك مثلا عيد ميلاد ابنك فيكي تعمليها وبس تختاري ألوان مثلاً ولادية أكثر إذا كانت بنوتة فينا نعملها بينك مثل ما إحنا شايفين أو حتى لأي مناسبة تانية بيعتمد الموضوع على أنك تختاري الكتابة الصحيحة تحت يعني والأشكال. هي عندها هدول الكترز الأحرف قادرة أنك تعملي منهم مثلاً بعجينة السكر الكلمات اللي بدك إياها وتحطيها على حواف الكيكة لتناسب المناسبة اللي أنت عندك إياها طب ناس المجسمات بلشت تفرد العجينة كيف؟ المجسمات اللي بتعمليها على الكيكة أحيانا بنروح على محل الكيك يعمل لنا مجسم لشخصية مثلا يعمل لنا دعاء النمر بيطلعها ما بعرف دعاء الأسد ما بيطلعها نت يعني صحيح مظبوط المهارة وين بتكمن يعني؟ بصانع الكيك بالكيك ديزاينر ولا؟ هو الشغلة بالكيك ديزاينينج انه كلش حساس اذا شخص ما باني الموهبه مالته او القدره مالته هسه انا لحد الان صار لي تقريبا 10 سنين ما شاء الله. انا كيك ديزاينر بس ما اتقرب من السكالبين كلش قريب كلش قليل فلانه اذا ما اضبطه زين مثل ما قلت يطلع الشكل غير شيء صح فالواحد المفروض يبني السكيلز مالته ويظل يتدرب الما يوصل يعني الدرجه المضبوطه يلا يبدي يسوي المجسمات ناس قد ايه ساعدتك السوشيال ميديا توصلي للناس اكثر كثير كثير حسيتي في اقبال على هذا النوع من التزيين جدا جدا ساعدني انه يعني توصل ديزايناتي مو بس المكان المحدود انما دول باقيه اعرف الفيدباك بالنسبه للزباين شنو يحبون شنو ما يحبون اطور بس الشغل مالي هذني القياس على مود نعرف سماكه الفوندونت من عنده بس انا راح اسوي تقريبا 8 انش ما راح استخدم لك اياها بس اوكي لحتى ما يتكتل اللون اكثر من جهه اوكي فطريقه الفرد طبعا مو مثل العجينه البيتزا او هذه لانه الفوندونت كلش حساس راح ندخل به راح يدخل به يعني فقاعات هواء راح تضوجنا بالتزيين فنفردها بهالشكل فنفرد من الوسط ونجيب للاطراف للاطراف حلو واذا تلاحظون هذا لانه هذه النوعيه شويه مرنه فبتصير فيها فقاعات بس مو مشكله اهم شيء لما نزين كيك انه ما نخاف حتى لو نغلط حتى لو يطلع الديزاين بالبدايه مو تمام
بالممارسة راح يضبط الموضوع. والفوندنت يضبط خصوصا هذا الديزاين اللي راح نسويه اليوم، حتى لو بأخطاء نقدر نخبيها نعدلها. فمن تشوفون مثلا الكيك ديزاينرز من يسوون كيكة ويعرضوها على الانستغرام او على التلفزيون مثلا، تشوفوها كلش بروفيشنال، بس طبعا وراء الكواليس اكو هوايه ترميمات تصير. يا سلام، هاي معلومه لطيفه وصريحه. هوايه ترميمات، فعلى مود هاي الناس هوايه يترددون انه يعني يكونون كيك ديكوريترز او ديزاينرز، من يشوفون الصوره يقولون شلون انا ممكن راح اسوي هذا الديزاين. طب ناس ما عم تفكري تعملي دورات تدريبيه؟ هلا اكيد لازم بكل بيت يكون في صبيه قادره انها تشكل الكيك صح. وتعمل هيك ديزاينات. يعني احيانا مو بالضروره تكون الام، احيانا ممكن الام ما لها مراء او ما لها خلق او ما عندها هاي اللمسه الفنيه، بس ممكن تطلع البنت الكبيره او الصغيره عندها خلق لهاي الاشياء. فهل بتفكري انك تعملي مثلا دورات تدريبيه للكيك خصوصا لعجينه السكر؟ طبعا هوايه يطلبوا من عندي، لانه هذا يعني الكيك ديزايننج صار البزنس هسه وصار مشهور، فالناس تحب تتعلمه. هو هم يعني مثل ما قلتي كلش فن، يعني حلو. هو حلو من واحد يجيب كيكه من المحل، بس بعد احلى بها معنى اكبر اذا واحد يسويها بنفسه، فالناس تحب هالشيء. طبعا انا مفكره بهالشيء، ممكن نعمل دورات نعلم بها، ليش أكيد لا؟ اكيد ليش لا. طب انا سمعت كمان ناس انه في ناس بتقدر تعمل عجينه السكر بالمارشميلو، يعني من دون ما انك تقعدي تحضريها وتحتاسي بالمطبخ، اظني بتحطي المارشميلو كم من دقيقه بالمايكروويف وبتطلع عندك العجينه. هل هذا الحكي مزبوط؟ صحيح. الناس اتجهت انه تسوي الفوندنت بالبيت، لانه بصراحه اكو هوايه نوعيات بالسوق طعمها مو طيب، بس المارشميلو اصلا بطبيعته طيب. فالوصفه هذه هي انه نذوب المارشميلو بالمايكرويف، بعدين نحط له كورن سيروب، وبعدين نحط له سكر باودر ونعجنه وتصير نفس الموجوده بالسوق. ما شاء الله، يعني دعاء ما شاء الله عندها باك جراوند وعندها خبره هيك بسيطه، بس راح نستغلك دعاء. يعني ديري بالك، ما دعاءها اكون تلميذه شاطره. كل العيد ميلادات على دعاء بعد. بس خلاص ورطينا. طيب ناس، ما بتستخدمي اكسسوارات ثانيه للتزيين، اشياء لا تؤكل عاده؟ ممكن واحد يستخدم. مثل شو مثلا؟ انا عاده احب الكيكه تكون 100% قابله للاكل. اوكي. احيانا يعني قليل نستخدم، ممكن هسه الكيك توبرز صار عندنا، صار هالشيء كلش يعني موجود بالسوق. الكيك توبرز هو مو يعني غير قابل للاكل، ممكن واحد يستخدمه. دائما الفرد بيكون براحة اليد، مفيد صح لل... صح صح. والله انا شاطره شايفه. خلص حكينا الموضوع عليك يا دعاء. اوكي طيب. هلا رح نبلش نحطها هسه؟ لا هسه شو نسوي؟ القاعده الرياضيه القياس الكيك، نشوف قياسها. مثلا هي طولها 6 انش والعرض مالتها 6 انش، فنضيف هذا لهذا و6 انش من نايه 6 و6 18 انش 6 12 6 18 كمان تفكروا بقدرات الرياضيه. هسه عندنا 12 لهنايه، خلينا نقول تقريبا. اوكي، حتى سمكها زين تقريبا. سمكها بده يكون نص سنتي، 8 انش. ثمن الانش قد ايه؟ لا هنا هاي مش لعبتي. خلينا على 6 ب 3 احسن. هسه لازم كلش هوايه ننتبه زين، لانه ممكن تلزق باي لحظه صح؟ ايه. طيب هلا رح نرفعها؟ ايه. طيب اوكي، هات يا سعدك. ما شاء الله نوار فن، يعني صناعة الكيك مش بالقصة السهلة. والله وعلى فكرة مهنة بتسلي، يعني بتكسر الروتين. انت ما عندك شيء كل يوم عم تعمله؟ طبعا اذا كان الواحد حاب هالشغلة راح يبدع فيها يعني. طيب احنا بتوقع انه تزيين الكيك الادوات اللي موجودة فيها، الاشياء، الخطوات، هاي كلها يعني ما شاء الله بحد ذاته فن، مثل اللوحة التشكيلية كيف بيرسمها الفنان. طبعا لازم يكون عندك خبره الاول كيف تصنع الكيك. ايوه، مو بس تزينه. احنا كثير مندمجين بالموضوع لدرجه انه احنا نسينا انكم قاعدين. ايوه. هسه اكو اكثر من طريقه.
انه نشيل الفوندنت ونحط على هذه. اما نشيلها بيدينا اوكي، او ممكن نستخدم الرولينج بين، بس هاي. اي بس احنا انا لانه اخاف راح احاول. بسم الله بالبسط نزلي اكثر. يس اوكي. مسلي جدا الموضوع فوق ما تتصوري. شو نسوي؟ نفتح وننزل. نستخدم هذه. وبهدوء لانه هذه الخطوه جدا جدا حساسه، يعني جدا حساسه. نعم. وطبعا صار بها اخطاء وجدا عادي. نعم. بالبدايه يعني انا صار لي كم سنه كيك ديزاينر، لحد الان صار معي اخطاء. وهل بتعيدي بتشيليها بتعيديها من اول وجديد؟ انا احيانا ما اعيدها من البدايه كلش، بس انا شايله فوندنت من الكيكه ومسويتها مره ثانيه يعني عادي. حلو المصداقيه انه فعلا الواحد بيغلط. طبعا انا طبعا اذا واحد ما يجرب ويغلط مستحيل يتعلم. ماكو انسان عنده سكيل يبدا بيها من البدايه ويكون بيرفكت، لازم يتعلم. صح، وخصوصا احنا مع ضيق الوقت قاعدين عم نحاول نستعجل، فاكيد راح يطلع فيها شويه اشياء. اعملوا حالكم مو شايفين. لا بس هسه انا بالعكس اريد اشوفهم راح يكون بها اخطاء وشلون يقدرون يغطوها، خصوصا بالبدايه هذا الشيء راح ينفعهم. اخترنا اليوم لونين وردي بينك، وهذا اللون ممكن ذاك يستخدم للبنوتات وهذا للأولاد. للشباب للشباب او للاولاد. يا سلام حواريكم تبعت البنات قد ايه طيبه. لا تبعت الاولاد شفناها لما كنتوا انتم عم تتفقوا انا وامجد. أوكي. رحنا سرقنا مزرعه على السريع. انا هسه ايش راح اسوي؟ سويت يعني 2 in 1. أيوة. اول شيء غطيت الكيكه بالفوندنت، ثاني شيء غطيت البورد لانه تغطيه البورد همينه دائما مشكله يعني. فخطوة يعني وحدة نغطي بيها البورد والكيكة بهالطريقة. وبعدين كيف بتوصي؟ عادي أساعدك؟ أي طبعاً أكيد. لازم أترك بصمتي. قبل شوي كنا عادين نحكي كيف إنه الإنسان يترك بصمته بأي شيء عم يعمله، وأنا عم بحاول أترك بصمة. حلو كيف كتر التكرار فوق الخطوط ممكن يشيلها. طبعا اذا تلاحظون اكو شنو فقاعات. أيوة. كيف بنشيلها؟ اوكي نستخدم توث بيك مارتلوخ، بس مجرد مكانه نفتحها ونطلع الهواء يعني نفس جلاد الكتاب. ايوه. هلا احنا حنغطيها بطبقه ثانيه. طبعا رح نغطيها بطبقه ثانيه على مود احنا ما خايفين انه يكون بها ثقوب او شيء. طب اجرب افرد بدك اياها ابيض. ابيض ويكون شكلها متعرج. اوكي هاي هي ولا هاي؟ هذه. اوكي قد ايه رح ناخذ من حجمها؟ كلها الافضل طبعا بالفوندونت انه نستخدم حجم اكبر ويزيد معانا ونقصه احسن ما ينقص. بالضبط. يا سلام هون الفن. برافو دعاء. اوكي وبنفردها بنفس الطريقه. شايفين الكريمه؟ كريمه لطيفه. يا سلام حلو انه بترجع بتنزل صح؟ اي طبعا هي لو تخليها تلزق من حالها لان هو الفوندونت يعني بيسكر راح يرجع يلزق. بس انت من هذه الثانيه تكتيكات الامور عناز ودعاء. نحط هاي. اي احنا قبلها بس نحط شويه من هذا على مود لان التشيري راح تكون فوقها ثقيله. اوكي المفروض ندفها. اوكي هذه تجربه. هي تجربه واكيد لاني تدخلت فيها فانا نزعت لها اياها. اول محاوله حلو يلا. اوكي فهذه التشيري كلش سهل طريقتها سهله. وهذا العود لازم نعمله كيرلي شوي لانه التشيري
يا سلام يا سلام يا سلام، وصلنا للشكل النهائي. كيف معك؟ كلش حلو. نحطها هيك تمام. حال يطلع شكلها تلقائي تكون احلى. اوكي اوكي. وطبعا بنزينها بالطريقه اللي بدنا اياها، في جليتر مخصص للاكل نرش عليها على السريع عشان نروح نشرب قهوه، لانه خلص صار لازمنا نعمل ريفرش. أمجد كثير مندمج، بحسه شايف شيء كثير غريب. انا عادي يعني بشوف شو، وحتى نوار كمان نفس القصه يعني. نوار بتقول ان شاء الله يطلع الطعم. بحاول اتعلم. اوكي يعني. ايوه اللمسات السحريه لازم. هاي اللمسات السحريه عن جد سحريه. شوف. طب هلا احنا ما عندنا عيد ميلاد حدا لحتى نكتب له هابي بيرثدي، بس فيكم تستخدموا هاي الاحرف لحتى تقطعوا من عجينه السكر الاحرف اللي بدكم اياها، وفيكم تستخدموها على هاي الاماكن لحتى تكتبوا حي الله شيء بدكم اياه، وبهيك بتكون جاهزه. فيكم تضيفوا شويه اشياء بسيطه مثل السبرينكلز اللي بيكونوا على الدونتس بهاي الطريقه، وتوزعوهم بشكل عشوائي مثل هيك. صح صحيح. طيب خدي نسوي شوي وهيك نكون تقريبا نجزنا. دعاء استاذه دعاء، بدنا نشوف ممكن نقرب لعندكم ممكن. وفيكم تصوروا كمان وتيجي تساعدونا باخر خطوه وهي السبرينكلز. شكرا دعاء. شو رايك نوار؟ يا سلام كثير حبيت انه عميل. ما نوار ما بدك تساعدينا؟ ما عندي كلوز. مش مشكلة. ما رح هذا ما رح يتاكل اصلا يعني. يا جماعه يس. طبعا شرفتنا طبعا ناز، وايضا بمساعده دعاء اليوم. دعاء عبدات. لا نزعت لها يا سيبك من الحكي. يعني في وراء الكواليس. يلا طيب. خلصنا احنا تقريبا. اكيد لازم نشرب قهوه. يلا وفينا نزيد طبعا قد ما بدنا. انتوا روحوا اشربوا قهوه وانا حكمل. يلا 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 بريك.